اخر فعاليات احتفلنا بيوم المراه العالمي، الاحتفاليه اللي كانت عنوانها انت الاصل والحكايه. شكرا ليكم ولتشريفكم. اتمنى يكون البروجرام اللي عملناه على طول الاسبوع احتفالا بيوم المراه العالمي كان حقيقي فارق معاكم. اشكركم. وختامها مسك بقى زي ما احنا بنقول كده، احنا اتكلمنا عن العافيه النفسيه بكل وشتى الطرق في الفعاليات اللي فاتت، لكن محتاجين نلم كل اللي احنا اتكلمنا عليه ده كده ونبص عليه بصه مختلفه شويه، بصه استشاري تغذيه علاجيه وصحه عامه. فالنهارده معانا اللي بيشرفني دايما حضورها صديقتي وحبيبتي الدكتوره همت فؤاد. دكتوره همت استشاري التغذيه العلاجيه والصحه العامه، هتكلمنا النهارده على العافيه النفسيه او العافيه بشكل عام. رحبوا معايا الدكتوره همت فؤاد. مساء الخير عليكم. اول حاجه عايزه انا اسالكم، هل في فرق بيني انا وعافيتي؟ يعني هل اقول انا بس ولا انا وعافيتي؟ وهل لو انا موجود معناها ان عندي عافيه، ولا العافيه لو موجوده معناها ان انا موجوده؟ عايز اعرف رايكم. العافيه لو موجوده معناها ان انا موجوده. ذاتس ات. بالظبط كده، بالظبط كده. تعالوا نشوف بقى ازاي تكون عندي انا عافيه. هي ايه العافيه؟ هي العافيه هي التناغم والصحه العقليه ثم الروحيه ثم الجسديه. تمام. ليه؟ أنا لما يبقى عندي عافية عقلية بيبقى عندي رضا، ولما بيبقى عندي رضا بتكون روحي سعيدة، ولو روحي بقت سعيدة أنا بوصل لصحة جسمانية متكاملة. طيب يبقى ليه العافية هي اللي لازم تكون موجودة الأول؟ مش السلايد اللي فاتت؟ كده؟ ليه لازم افكر في العافيه بتاعتي الاول قبل ما افكر في نفسي، في شغلي، في اولادي، في بيتي، في حياتي؟ ليه افكر فيا انا؟ لان انا لو عندي عافيه ده هياثر على الكواليتي اوف لايف بتاعتي. انا عايشه ازاي؟ انا عايشه سعيده ولا لا؟ انا راضيه ولا لا؟ انا ناجحه ولا لا؟ هياثر ازاي هقدر اتعامل مع كل الضغوط بتاعت الحياه؟ مثلا التعويم بتاع امبارح هتتعاملوا معاه ازاي الفتره الجايه؟ كيلو البانيه هنتعامل معاه ازاي الفترة الجاية؟ كل دي حاجات لازم نبدأ نفكر فيها. ليه كلنا بنحس ان احنا دلوقتي مبقاش عندنا طاقة؟ مفيش، مش قادرة اعمل حاجة، عايزة اعمل حاجات كتير، وكل يوم اقول بكرة انا هبدأ وهعمل بس ما بعملش. ليه؟ ده ليه علاقة بالعافية. ليه في ناس تانية بلاقيها عندها power وdetermination، يعني عندها طاقة وعندها قدرة على تحقيق الحاجات اللي هي عايزة تحققها، وعندها ثقة بالنفس عالية وعندها إصرار، بينما ناس تانية دايما بتبقى ثقتنا في نفسنا مهزوزة؟ ده برضو يرجع للعافية. الأول خلوني أعرف نفسي، أنا دكتور همت فؤاد استشاري التخدير والعناية المركزة الجراحية والتغذية العلاجية. في حياتنا كلنا الضغوطات بتختلف، وردود أفعالنا تجاه الضغوطات دي برضو بيختلف، ولكن إحنا محتاجين إيه عشان نقدر نتعامل مع أي ضغط؟ هي حاجات واحدة، حاجات ثابتة عندنا كلنا أياً كان نوع الضغوط وأياً كانت الشخصية. أول حاجة عشان أقدر أتعامل مع الحياة ومع الاسترس اللي إحنا بقينا كلنا بنعاني منه، ومع الضغط الجامد اللي إحنا فيه، لازم يكون عندي acceptance، تقبل. طب أتقبل إيه؟ أتقبل إن هي دي الحياة، هي كده. ما ينفعش إن أنا دايماً أكون عايشة مستنية إن الأمور كلها تنصلح، وإن الدنيا تبقى ماشية من غير مشاكل، وإن أنا أبقى عايشة في هدوء. للأسف هفضل مستنية طول عمري، مش هيحصل. وكل مادة الحياة زي ما أنتوا شايفين بقت أصعب من الأول، وهتفضل تصعب كمان للأسف. مش بحجب لكم إحباط ولا حاجة، بس بالعكس إحنا لازم نبدأ نشوفها بمنظور مختلف. لازم نبقى عارفين إن الحياة فوق وتحت، ups and downs، مش كل الوقت هتبقى ماشية كويس، هو ربنا خلقها كده. تمام. وعايزين نتعود ان احنا never compare yourself to others، لازم ما نبصش على حد، ما نقارنش نفسنا بحياة حد. ودي اكبر مشكلة حصلت بسبب السوشيال ميديا. السوشيال ميديا اكبر وسيلة للخداع، وكل الناس بتظهر فيها السعادة والنجاح وحاجات كتير، فبتخلي كتير مننا يبدأ يبص لنفسه يقول انا ليه مش كده، انا ليه ما بعملش زيهم، انا ليه مش في البوزيشن ده. كل ده خادع. لازم ما نقارنش نفسنا بحد،
ونكون مؤمنين ان في عدل الهي. يعني انا عندي ضغوط الفتره دي، غيري عنده بعدين، غيري عنده بعدين، بس مش كل واحد بيظهر ده. بعد ما عمل يكون عندي تقبل واكسبتنس، لازم ابدا ادابت، لازم ابدا اتعايش، اطور نفسي. الادابتيشن او التعايش او التكيف دي اكبر صفه ربنا انعم عليها على البني ادم اكتر من اي كائن اخر. احنا الوحيدين اللي قادرين نغير من نفسنا طول الوقت، فما ينفعش اقول انا كده وهي وهفضل كده، لا، لازم طول الوقت اكون بتغير. طول ما انا هكون عنيد وناشف في الحياه ومش عايز اتغير، طول ما كل عقبه هتقابلني هخبط فيها كاني بخبط في حيطه. لازم اكون شبه الميه، العكس تماما. الميه لو ماشيه في مكان كله عوائق، هل بتقف؟ بتلف حواليها. هو ده المطلوب، هو ده المطلوب، ان احنا نبقى كده. ايا كان العائق اللي هيواجهني لازم اقدر الف حواليه وعديه، تمام. لازم نكون عندنا قدره على امتصاص المشكله، على التغير، على تنميه مهاراتنا. ما هو مش معقوله انا وانا عندي سن معين قابلتني بعض العوائق اجي اتفاعل معاها بنفس الطريقه لما اكبر. لازم كل مرحله بعدي بيها بانمو، بتغير، بيبقى عندي خبره. هي دي الخبره اللي بتخلينا امورنا تتغير وتتحسن مع الوقت. ما ينفعش افضل زي ما انا طول الوقت. ثالث حاجه، تخطي بقى المشكله. انا دلوقتي تقبلتها وتعلمت من الحاجات اللي مرت عليا قبل كده وشفت البنفيت في كل حاجه. مفيش موقف بمر فيه حلو او وحش الا اذا كنا بنتعلم منه حاجه. دايما لازم نبقى عارفين. اتفضلي اتفضلي. بالنسبه لتقبل المشكله، دلوقتي الشباب بتوعنا وبناتنا واولادنا بيلجأوا لان هم بيطلعوا من المشكله بان هم بيطلعوا من المود بتاعهم على مود احسن بالسجاير، حاجات كتير، والمخدرات والفيش. تمام. كله دلوقتي بقى عادي. تمام. كليات في اسكندريه وفي مصر، كل حته، والقاهره اكتر كمان من اسكندريه. المشكلة ان احنا خفنا على اولادنا زيادة من وهم صغيرين. يعني هتلاقي دايما كل جيل مع تطوره كل جيل بيطلع اضعف من اللي قبله. يعني المشكلة دي مش هنا بس في مصر، دلوقتي بقت على مستوى العالم نسبة الشباب اللي بياخدوا انتي ديبرسنت، مضادات الاكتئاب ومضادات القلق والرهاب وكل الحاجات دي، زادت جدا. ليه؟ لان كل ما الحياة احنا بنحاول نخليها اسهل علشانهم، كل ما احنا بنساعدهم ان هم يقعوا. لما انا طفلي من وهو صغير ابدا احطه في المشاكل واسيبه يتعامل واسيبه يتخبط واسيبه يتوجع، ما خافش عليه. احنا بنخاف عليهم وبنحاول نعمل لهم كل حاجه ونسهل لهم كل حاجه، وبالتالي بيطلع ما عندوش قدره على التعايش، ما عندوش قدره على التغير، ما عندوش قدره على التحمل. هو ده اللي احنا لازم نبدا نعمله مع اولادنا، وده انا هتكلم فيه في الاخر، ان لازم نعلم اولادنا ان هم يتخبطوا من هم صغيرين. الطفل وهو صغير كانه جهاز كمبيوتر، تقدري بتحطي عليه كل البيانات وبتحطي عليه كل الصفات، غير لما يكبر كأنك حطيتي برنامج ثابت هو مش هيتغير عنه، خلاص بقى التغيير عنه بصعوبة، لازم هو اللي يكون عايز. فدورنا احنا كأولياء أمور ان من صغرهم نعلمهم ازاي يتخبطوا وازاي يقفوا على رجليهم تاني بعد ما يقعوا، ضروري جدا. نعم؟ لا، في تغيير بس هيحتاج مجهود اكبر. انا بتكلم على ان الامور بتبقى اسهل من الصغر، لكن طبعا في تغيير. ودلوقتي بقى في عيادات كتيره مختصه بتعديل السلوك عند اللي هم المراهقين وعند الاطفال وفي كل مرحله من المراحل. مفيش حاجه ملهاش حل، كل حاجه ليها حل، بس نروح في انهي طريق ونعملها ازاي ومع مين، هو ده الاختيار اللي بيكون محتاجين نعرفه. بالظبط، انا بكون سايباه في المشكله بس مش شايله ايدي خالص، انا في ظهره ببقى متابعاه وسايباه يتعامل. يعني انا عملت كده مع بنتي من وهي صغيره، ما خفتش عليها مثلا من تجربه كانت والدتي عندها سرطان وبتموت ويعني عارفه في اللحظات الاخيره في حاله متدهوره جدا، ما خفتش عليها. كله قال لي لا خليها تروح حته بعيده، ما فيش داعي تشوفها كده. قلت لهم لا، هي لازم تعرف الموت، لازم تعرف المرض، لازم تشوفه. اتوجعت وعيطت بس طلعت قويه بعد كده.
ده اللي انا اقصده، احنا هنكون في ظهرهم وبنعلمهم وبنوريهم في نفسنا احنا بنتعامل ازاي. يعني هو لو شافك تنهاري كل قدام كل مشكله هو هيطلع بينهار، لو شافك لا بتقعدي وتناقشي المشكله طب ممكن نطلع منها ازاي، طب تعالى نشوف المميزات كمان اللي في المشكله دي. مفيش حاجه ما فيهاش مميزات، كل خير جواه شر وكل شر جواه خير، فاحنا لازم نبدا نعلمهم ازاي يشوفوا ده وازاي يتعاملوا معاه، وهنكون في ظهرهم وقت ما هيحتاجونا هيلاقونا. فهماني؟ تمام. طب ودلوقتي اوريدي عديت مثلا سنة 20، طب ازاي اقدر احاول ان انا اتقبل فكره التغيير او ان انا ابص لنفسي ان انا في حاجه كانت غلط ومفروض اعدلها؟ يعني النهارده انت قعدتي وسمعتيني، يمكن كلامي يخليكي تبداي تفكري طب انا بتعامل دايما لما تجيلي مشكله ان انا بنهار بقفل على نفسي بقعد اعيط، طب ليه انا بعمل كده؟ طب ما ابدا اشوف كده اراجع نفسي في مشاكل، وانا هقول لك كده تكنيكس هنبدا نعملها، ارجع اراجع المشكله وابدا ادور الاول حاجه على كويس اللي فيها، على الدرس اللي كان المفروض ربنا عايزني اتعلمه منها. تمام. لازم يكون عندنا يقين في نقطه مهمه جدا، ان الحياه مش ماشيه بالصدفه، ده ربنا مقدرها، وكل موقف هو بيحطك فيه بيساعدك عن طريقه انك ترسمي جزء او تخطي خطوه في مستقبلك. بس دايما تفاعلنا مع المشكله بيكون اختيارنا. يعني انا وحد تاني جالنا مشكله، هو اختارت ان هي تنهار وتعيط وتقعد جنب الحيطه وتبعد وتتكسر، خلت المشكله طلعت فوقيها وضغطتها لتحت. وحد تاني اختار لا انا هحط المشكله دي وانا هطلع عليها، هعتبر المشكله كل مشكله بتقابلني في الحياه سلمه جديده، انا لو عرفت ادوس عليها انا اللي هكبر وانا اللي هعلى وانا اللي هبقى اقوى. فهمتي قصدي؟ لازم انت تقعدي مع نفسك وتاخدي الديسيجن تو تشينج. طالما احنا وصلنا لسن معين احنا اللي بناخد القرار للتغير، والتغير بيحصل طالما انت بداتي تشوفي ان انا عندي مشكله لازم احلها. تمام. فاحنا لما تيجي مرحله ان احنا نبدا نتحرك بقى، لازم احنا خلاص تقبلنا وتعلمنا من التجارب السابقه وشفنا ان مفيش حاجه ممكن توقفنا. طيب عشان اقدر اتخطى بقى اي مشكله انا لازم يكون عندي ويل مايند ويل بودي اند ويل سول، يعني يكون عندي عافية ذهنية وجسمانية وروحية. ساعتها أنا هيكون عندي قوة وطاقة وحماس وخبرة إن أنا أتغير وأغير الواقع اللي حواليا. ما تقبلوش بواقع ثابت وأقول هي حياتي كده، إحنا اللي بنعمل فيها كده، إحنا اللي بنعمل في نفسنا كده، كلنا نقدر نتغير. طيب تعالوا نشوف اول حاجه ازاي عقلنا ومشاعرنا بتتحكم فينا. ايه هو السلام الداخلي؟ احنا عندنا صورتين من البشر هتلاقوهم موجودين دلوقتي، حد طول الوقت عمال بيفكر، طول الوقت خايف، في اكتئاب، في قلق، في عدم رضا، في احساس بانعدام الطاقه، وناس تانية هتلاقوا عندها سلام نفسي وهدوء، ايمان، طاقه، عزيمه، تفاؤل. ليه دول كده وليه دول كده؟ اول حاجه تعالوا نشوف كل واحد بيفكر ازاي. احنا اول حاجه بتتحكم في مشاعرنا وسلوكنا وحالتنا الصحيه هي افكارنا. ايه معتقداتنا؟ هل انا معتقداتي بتشجع ان انا يكون عندي بوزيتيف اتيتيود وعندي تفاؤل وعندي ايمان ويقين في الله وان كل حاجه بتحصل لسبب، ولا انا حاسس دايما ان انا كل حاجه جايه عليا، كل حاجه جايه عشان تكسرني؟ فافكارنا هي اللي بتحدد احنا بنشوف الامور ازاي، بنترجمها ازاي، وبالتالي ردود افعالنا عليها. تمام. وبالتالي يبقى مشاعرنا بقت شكلها ايه. خلاص. مين بقى اللي بيجي في الاخر خالص؟ الجسم، هو ده اللي بيدفع الفاتوره. ايوه انا شفتك اتضايقتي ازاي اول ما قلت. فاول حاجه في افكارنا ومعتقداتنا لازم نبدا نتكلم فيها God's fairness and will، ان كل حاجه بتحصل باراده ربنا وربنا عادل وكلنا مؤمنين بده، بس احنا بنقوله، بس هل فعلا قلبنا من جوه حاسه؟ هل احنا على يقين بيه ولا لا؟ تمام. كل ما انا بقيت مطمن ان اي حاجه بتحصل من عند ربنا كويسه وان كل حاجه للخير مش هيبقى عندي قلق، ايا كان الموقف اللي هيمر عليا هلاقي نفسي بقيت بتقبله وبقيت عندي كده نفس راضيه، نفس هادئه. تمام. تاني حاجه everything happens for a reason، كل حاجه ليها سبب.
زي ما قلت لكم احنا اللي بنختار انا استفيد من الموقف ولا انهزم منه. لو انا استفدت انا اللي كسبت، ولو انا سبته يهزمني وقعدت ازعل على حالي انا اللي خسرانه. فلازم دايما نحاول ان احنا يكون عندنا بوزيتيف ايموشنز، اكون دايما بشوف اي موقف ماشي هو موقف وحش هو موقف مؤلم، بس اكيد انا هعديه وهتعلم منه وهبقى احسن بعد كده. لازم يبقى عندي ايمان بنفسي وان انا عندي قدره اتغير، تمام، عشان اقدر اغير اللي حواليا فيبقى عندي طاقه. لو انا طول عمري بقول لنفسي ان انا مش هعرف، كل مشكله مش هتتحل، كل حاجه طب انا هعمل فيها ايه، ما اكيد انا هوصل لمرحله هلاقي نفسي استاك في النقطه اللي انا فيها. الدنيا عدت والناس اتحركت وكل الامور اتغيرت وانا زي ما انا. Set a place and a space for everyone. دي نقطة مهمة جدا وغلطة احنا بنعملها في نفسنا. لازم نحط في دماغنا كويس قوي ان احنا ما نسمحش لحد من الناس اللي حوالينا to drain us، ان هو يسحب مننا الطاقة. في ناس كتير سلبية في حياتنا، وللأسف اكتر ناس بتوصل لنا وبتقدر تهزمنا القريبين، لما يبقى حواليا شخص سلبي. For example ما تزعلوش مني، يعني الازواج كتير منهم بيكونوا سلبيين، كتير منهم يحسسك ان انت ما بتعمليش حاجة، او انك يعني ايه بتعملي ايه. دي نقط مهمه جدا. احساسنا دايما في رغبتنا ان احنا مستنيين التقدير من اللي حوالينا ده بيخلينا ننهزم كتير. لا، انت اللي تشوفي نفسك وانت اللي تقيميها وانت اللي تقويها، ما تستنيش حد هو اللي يديكي الاكسبتنس ان انت حد كويس، لا انت اللي دوري على ده، تمام. يعني وما نديش زياده عن اللزوم. دايما احنا الست المصريه بتقعد تدي 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 وبعدين تزعل جدا وتقعد تعيط، انا ما حدش مقدرني، انا ما حدش بيديني حاجه. طب ما هو انت اللي عملتي كده، ادي واستني تاخدي، لو ما خدتيش ما تديش لحد ما تعلمي اللي قدامك يبدا يديكي. حتى اولادنا احنا بنقعد نديهم لدرجه ان احنا لو في يوم احتاجناهم ممكن ما نلاقيهمش، ودي من اكبر اخطائنا في التربيه. عايزين نديهم كل حاجه، ولو انا تعبانه او مش قادره ما اقولهمش عشان ما اعطلهمش عن المذاكره. طب وايه يعني وايه يعني؟ لازم نعودهم اللي احنا هنزرعه فيهم هو ده اللي هنلاقيه يوم ما نحتاجه. لو انا محطتهاش ومعلمتهمش يبقى مفيش. لازم اكون انا السبورت بتاع نفسي، يعني مش مستني حد يطبطب عليا، لا انا متضايقه انا هخرج نفسي، انا محتاجه حاجه انا اتعلم اعملها لنفسي، ما اعتمدش على حد اكتر من لازم. طيب، ولازم يكون تفكيري منطقي، اعرف دايما اتوقع ايه من المواقف اللي قدامي او من الاشخاص اللي قدامي عشان ما يحصليش disappointment، ما يجيليش كده احس ان انا يعني disappointment يعني يعني احباط. ما يجيليش احباط ان انا ما عرفتش ان انا اخد الحاجه اللي انا كنت متوقعاها. تستنيش حاجه من حد من الاول، فهمتيني؟ ولازم نبقى عارفين يعني قانون الجهود المهدره. يعني ايه قانون الجهود المهدره؟ القانون ده بيقول ان اغلب محاولاتنا لنجاح اي شيء لازم بتكون فاشله، لازم بتكون فاشله. يعني بيدي مثل دايما بالاسد، ده ملك الغابه واحسن واحد بيصطاد. الدراسات اثبتت ان 80% من محاولاته للصيد بتفشل وبينجح في 20% بس. طب هل شفتوا اسد مره جاله احباط وبطل يجري عشان يحاول ان هو يصطاد؟ لا، ولقوا ان غريزته للصيد ملهاش علاقه ان هو جعان، لقوا ان هو غريزيا ربنا خلقه متقبل لفكره اهدار الجهود، ان انا عملت كتير بس ما لقيتش، ما قعدش يعيط ولا بطل يصطاد، بيكمل فبينجح. هو ده لازم نبقى عارفين، ان اي محاوله بندخلها كتير منها او فرصها اغلبها بيكون فشل وقليل منها الناجح. مين اللي بيوصل ومين اللي بينجح؟ اللي بيسابر، اللي بيصمم، اللي مقتنع انه هيقدر يعدي. بالظبط. ليه؟ لان النتائج احيانا ممكن تكون ربنا مقدر لك حاجه احسن، وانا مستنيه ده، وانا فاكره ان ده لو حصل انا بقيت احسن حاجه في الدنيا، بينما يمكن ربنا شايلها لك في حاجه تانية افضل، تمام. وتاني حاجه ما تركزيش على النتيجه. ليه؟ لان انا عارفه ان في جزء كبير منه ممكن يفشل، فانا بسعى فشلت، بسعى تاني فشلت، بس كل مره بحاول من تاني لازم اغير حاجه، مش بعمل نفس الحاجه كل مره واستنى النتيجه تتغير. كل مرة بطور نفسي بشكل معين، فربنا ساعتها هتلاقيه بيوجهك في اتجاه ما، تمام؟ يعني هديكي اكزامبل، انا من ضمن الحاجات اللي خلتني اتوجه للتغذية، انا اصلا استشاري تخدير.
جيت في يوم وليله نيمت حاله عادي بينج نصفي، جالها حاجه اسمها فود دروب، يعني ان رجلها بيحصل العصب بيحصل له تنميل، بتقعد لمده 6 شهور قدم الرجل واقع لقدام. دي حاجه عاديه ومكتوبه في الكتب وما فيهاش اي مشاكل ومش خطا طبي اصلا، بس هي راحت عملت قضيه، وقضيه على طول، حتى ما فيش تحقيق نيابه، لا ده جنحه مباشر. في الوقت ده حسيت لا انا التخدير ده مش، لا انا مش عايزه اشتغل الشغلانه دي لان كلها ستريس وين وين وين. يعني الموقف الصعب اللي انا اتحطيت فيه خلاني اروح لحته تانية انا يمكن دلوقتي اسعد فيها، فاهمه قصدي؟ وفي نفس الوقت انا ما بطلتش تخدير وشغاله، لاني انا ما بقبلش الفشل في حاجه، ما بقبلش ان انا اسيب نفسي اخاف او اتراجع، لكن ربنا كان قاصد يحطك في الموقف الصعب ده عشان يفتح لك طريق تاني. لو انا قعدت اعيط ما كناش عدينا، لكن انا دلوقتي بقيت متخصصه في حاجتين. فدايما اختيارنا هو اللي بيحدد انا هستفيد من الموقف ولا الموقف هو اللي هيستفيد مني. تمام. ونفكر بايجابيه، تفائلوا بالخير تجدوه، دي احسن حاجه ممكن تعبر عن كده. هو فعلا لقوا ان كل الاشخاص المتفائلين اللي عندهم بوزيتيف اتيتيود فعلا بيجتذبوا البوزيتيف، وكل الناس النيجاتيف اللي طول النهار شايف الدنيا سودة هي فعلا بتسود. ولازم اكون باخد خطوات مدروسه وصغيره، مش لازم اقلب تكون حواليا مره واحده، لازم احسب خطوتي وما احطش اوفرلود على نفسي. ما انا لما اقول بكره انا هعمل مليون حاجه وما اعملش منهم حاجه ما انا هاحبط، لكن لو ركزت على الخطوات الصغيره كل يوم بركز على حاجه صغيره انا عايز اعملها، حاجه بسيطه انا عايز اوصل لها، وبقيت بحس بالاتشيفمنت ده هلاقي نفسي نايم راضي، وتاني يوم قمت بوزيتيف انرجي اكتر وعملت اكتر. فما فيش داعي نحط كل حاجه على نفسنا وعايزين نعملها على اكمل وجه وبعدين نزعل لو ما حصلش. تمام. ده كده بيعمل لنا بيرن اوت، بيحرق كل الطاقه اللي عندنا. ما ننساش بقى ان احنا لازم في الاخر نرتاح، احنا بنقعد طول النهار كده بنتدرب في الخلاط ومحدش فينا بيفكر انا امتى هرتاح. وهرتاح مش معناها بس ان انا نام، معناها ان هنا يفصل. احنا واحنا صاحيين واحنا قاعدين واحنا بنصلي واحنا بنطبخ واحنا بتفكري في 100 مشكله، وبالتالي ده بينهك، لا بيبقى عندك تركيز ولا عندك طاقه ولا عندك اي حاجه خالص. فلازم نهتم بكذا حاجه، منهم النوم، ان انا انام هنتكلم عليه برضو بالتفصيل ومواصفاته. هو التفكير بيكتر اصلا ساعه النوم، فبالتالي ما بتناميش او بتنامي وتصحي في نص الليل، ده حقيقي. يبقى عشان اتعلم ابطل افكر ده محتاج تدريب، مش هيجي كده، لان كل ما انت شخصيه ريسبونسبل كل ما هتفكري اكتر، ده غصب عنك. يبقى اعمل ايه؟ بنلجا للميديتيشن اللي هو التامل. يعني ايه؟ يعني اجي كده قبل ما انام ب10 دقايق اطفي النور، اقفل الباب وافهم كل الناس اللي بره ان اللي هيخش من الباب ده مش هيحصل له كويس. ده ماي تايم، خلاص خلصت اليوم كده خلص. اوكي، اجي انا اقفل البافل وممكن اشغل مزيكا، اشغل قران، حاجه بتكون بتهديني، وابدا اركز في الصوت اللي انا سمعاه. في حاجه اسمها مديتيشن ميوزك، يعني صوت بحر، صوت عصفوره، صوت صفاره، صوت هواء، ابدا اركز فيه واركز مع نفسي وهو داخل وهو خارج. حاجه اسمها البريدنج اكسرسايزز، باخد نفسي جوه على 4 مرات 4 عدات وبطلعه على 4 عدات. بتحسي كده كانك بتزقي كل الهموم والضغوط بتاعه اليوم لبره. تمام. كل شويه عقلك هيحاول ينط، طب الدرس بتاع الولد، طب التمرين، طب الغدا بكره، اقوم راجع اقول لا ارجع تاني انا هركز وابدا اخد بالي من نفسي وهو داخل ونفسي وهو خارج. كل شويه بركز على ده بس، مش بركز على حاجه تانية. اسبوع 2-3 من نفس الاكسرسايز هتتعلمي، وقت ما تقولي انا هشيل الفيشه هتتشال. انا لو عرفت اخد نص ساعه في اليوم بشيل فيها الفيشه دي هقدر اديهم بعد كده، لان احنا وصلنا لمرحله خلاص احنا مفيش، هو مفيش فعلا. طب اللي ما بيعرفش ياخد النص ساعه دي بياخدها 3-4 ساعات والحرق عنده عادي وبيخس. يعني انا بنتي 23 سنه الحرق عادي وبتنفس كويس. لازم نشوف ايه سببه، اكيد الغده فيها مشكله بقى. ده اللي بيحتاج تعامل من كذا تخصص مع بعض. اولا نشوف ليه الحرق عالي، ما حاجه اندوكراين مثلا غدد ونشوف.
تاني حاجة نشوف ليه التوتر ده عندها ونبدأ نعلمها تكنيكس ازاي تتعامل مع التوتر. ما نستسهلش ونروح بقى ناخد أدوية، لا، نحاول هي تتعلم تكنيكس. وده فكرة السايكولوجي أو الصحة النفسية، إن الدكتور بيتعامل معاكي وبيحاول يعالجك من غير أدوية. دي نقطة مهمة قوي، استعجلنا في الأدوية ده بيخلينا ستاك في نقطة إحنا مش عارفين نعديها. دكتور السايكولوجي بيساعدك إنك تغيري طريقة تفكيرك وبالتالي تبدأي تغيري مشاعرك. فهمتيني؟ تغذية مع دكتور السايكولوجي، ولو احتاجنا لتخصص آخر بنبدأ نحطه. هي دي فكرة الويلنس، إن أنا ما جيش أقول هي بتخس أديها أكل. طب ما أنا ما حلتش مشكلة، أنا بحاول أزق في حاجة. بينما الدراسات قالت إن في ناس جيناتيكالي بصفاتهم الوراثية عندهم ما عندهمش قدرة على التخن، ولو فضلت أحاول أكلهم وتخنهم بالعافية بيحصل إن هما بيصابوا بحاجة اسمها الميتابوليك سندروم، يعني يجي لهم سكر وضغط وكوليسترول وهما لسه مرفيعين. فلازم كل حاجة تبقى بحساب، ما تبقاش وخلاص. تمام؟ فاحنا كده ايه اتكلمنا على ان ازاي افصل دماغي. نيجي نشوف بقى جسمي. جسمي هو الحاجة في الاخر، انا ممكن ما بقاش واخده بالي من افكاري، مش واخده بالي من مشاعري، عمالة بجري في الدنيا كل يوم وخلاص. امتى ببدأ اقف واخد بالي؟ لما جسمي بقى يبدأ هو يشتكي، هو ترانسليشن، هو ده الصوت اللي بيطلع يقولك بس بقى كفاية انا مش قادر. هو ده اللي بيدفع فاتورة أفكاري ومشاعري اللي هي دايماً مضطربة all the time. طيب، عندنا نوعين من المشاعر. أنا ممكن تبقى عندي مشاعر إيجابية، تمام؟ إن أنا دايماً متفائلة ودايماً شايفة الدنيا كويسة ودايماً كده، وده عن طريق الانبوت. ومشاعر تانية عن طريق الاوتبوت، إن أنا دايماً بدود أفعالي تجاه المشاكل بتكون في هدوء وبإيمان وبيقين إنها تتحل وبثقة، فبتبدأ مشاعري كلها دايماً على low mode. تمام؟ في بقى ناس تانية طول الوقت متوترة، قلقانة، خايفة، بتفكر كتير، فبيحصل لها إيه؟ إن المشاعر دي بتتحول لبيزار سيمتومز. يعني تلاقي واحدة تيجي تجيلي العيادة، أنا بحس بصداع وبطني هنا بتوجعني ومش عارف رجلي فيها إيه وبالليل بيحصل لي إيه. تمام؟ ده كله ليه علاقة بالحالة النفسية، دي حاجة اسمها psychosomatic symptoms، يعني حالتي النفسية ومشاعري هي اللي بدأت تصيبني بحالة مرضية، فبتأثر على الجهاز التنفسي، على الجهاز الهضمي، على القلب، على المناعة، وكتير لقوا كتير من الأورام بدأت تيجي بسبب الحاجات دي. بالذات الكانسر بريست، سرطان الثدي عند السيدات، دايما بيسبقوا أزمة نفسية جامدة. تمام؟ فلازم دايما احنا نفكر نفسنا بده، انا ليه أسيب نفسي لحد ما يجيلي كده؟ لا، ستوب، انا عندي مشاعر سلبيه، انا هخرج اغير جو، انا هعمل حاجه تبسطني، هروح دانس كلاس، هروح اعمل اي حاجه ليا. دايما في وقت لازم اقول كفايه، انا هفكر فيا انا. فلازم كلنا، كل واحد فينا يبدا يشوف، يدرك مشاعره. احنا كتير مننا بيبقى مش مدركها، يعني كتير، انا نفسي واحده كنت كده، كنت كتير ابقى من جوايا متضايقه وانا مش عارف، انا بشتغل وبروح وباجي وبضحك في الشغل وكل حاجه، بس انا في حاجه وجعاني من جوه وانا متجاهلاها. لا، لازم نقف ونفهم نفسنا وندرك مشاعرنا ونحترمها، تمام، عشان نقدر بعد كده ننظمها. دي كده اول حاجه ازاي احنا نبدا نتعامل مع افكارنا ومشاعرنا. تاني حاجه، لازم يكون في اي نوع من انواع الرياضه، اي حاجه. مش هقول ان انا لازم اخصص وقت للجيم وكسر الدنيا، كلنا ما عندناش وقت وكلنا مضغوطين. في ابسط صورها انا ممكن انزل ستيب كاونتر اب. انا نزلت اب كده قلت ايه، اشوف انا نفسي بمشي كم خطوه في اليوم. لقيت نفسي انا بمشي مثلا 1500، ده طبعا قليل جدا. بدات اعمل ايه، اركز ان انا طول كل شويه ابص على الاب وكل شويه اتلكك واتحرك. بقيت مثلا انيم الحاله في العمليات وافضل الف رايحه جايه. في العياده ما بفضلش قاعده على المكتب، بقوم اتحرك، بتكلم في التليفون بتحرك، رايحه مشوار، طب ما هروح ماشي، هرجع ماشي، طب انا رجعت، طب ما انا فايقه وكويسه، طب ما اطلع السلم، طب انا هطلب اوبر، ما بطلبوش تحت البيت، على ما هو يجي اطلبه بعيد وهو يجي وانا اروح له. لحد ما وصلت ان انا ممكن خلال اليوم العادي بقيت الاكتيفيتي بتاعتي العاديه بتوصل مثلا من 3 ل 4 كيلو في اليوم، من غير ما اكون مخصصه وقت للرياضه، من غير ما اكون عامله حاجه. طب ده هيعمل لي ايه؟ ده هيخليني اولا تحافظي على جسمك قدر الامكان، ان احنا كل ما بنكبر كل ما هرموناتنا بتتلخبط وكل ما الدنيا بتبقى صعبه جدا عشان اعمل كنترول على وزني. تمام؟ طيب، بيقلل الريسك بتاع امراض كتير، القلب والسكر والصحه النفسيه. انت بتهدي، انت بتطلعي طاقه، بتفرغي، وانت بتتحركي بتفرغي. تمام؟
طب ايه بقى كمان بيخلي عندي ثقه في نفسي زياده؟ لما تبداي تعملي حاجه لنفسك وتحسي ان انت بتعملي وبتغيري، بحس ان شكلي بقى احسن، صحتي بقت احسن، بقت عندي قدره ان انا اعمل حاجه، انت بيبقى عندك رضا عن نفسك، فثقتك بتزيد، حكمك على الامور بيبقى احسن، قدرتك على اتخاذ قرار تبقى احسن. اتحداكم ان اغلبنا هتلاقي نفس طول الوقت يعني حتى قرار واحد مش عارف ياخده، متردد، يمشي خطوه لقدام ويرجع اتنين ورا، تمام؟ بيخلي لقوا ان الناس اللي بتعمل كده بس مجرد المشي بيخلي عندهم يعني امد طويل في العمر احسن وبصحه جيده، اما ممكن اعيش كتير بس تعبانه. طيب نيجي بقى للنوم. انا لو ما بنامش كويس ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه ما عنديش زي ما احنا قلنا كده، ما فيش عندي قدره على اتخاذ قرار ولا على حل مشكله ولا على التفكير بشكل منطقي. واكيد بتسمعوها، انت ليه مقفوره كده، انت ليه مكبره الموضوع، هتلاقي كل موضوع صغير بقى كبير ومش عارفه اتعامل معاه. انا تعبانه فبالتالي بشوف اللي قد كده قد كده، لاني انا ما عنديش الطاقه اتعامل معاه ولو قد كده. فهمتوني؟ ده كمان بيعمل بيبقى عندي انجر وديبرشن، انا عصبيه طول الوقت، مكتئبه طول الوقت، مخنوقه طول الوقت، ما عنديش طاقه طول الوقت. ده كله ليه علاقه بالنوم. طيب انا مطالبه ايه في النوم؟ في حاجه ربنا خلقها لينا اسمها الساعه البيولوجيه، السيركاديان ريزم. السيركاديان ريزم دي انا لو ما احترمتهاش كل حاجه في الحياه هتمشي عكسي. يعني هو ربنا خلقنا بنمشي بدايركشن معين، انا لما هعكس كل حاجه هتخبط فيا. يعني ايه؟ يعني مثلا ربنا خلق حاجه اسمها الجروس هرمون او هرمون النمو، ده بيطلع من 10 بالليل ل 4 الفجر. اولا نتكلم على اولادنا، كلنا بنسيب الاولاد طول فتره الصيف لحد الفجر صاحيين. طب ده بينتج عنه ايه؟ هرمون النمو مش هيطلع، هو ما بيطلعش الا لو الطفل نايم. وبالتالي هتلاقي دلوقتي الاجيال كل مادة طالعين اقصر من اللي قبلهم، اقصر من اللي قبلهم، تركيزهم في الدراسه بتقولي له الحاجه 100 مره ما بتثبتش، ما عندهمش صحتهم نفسها والمناعه متاثره. ليه؟ لان هرمون النمو بيساعد مش بس على النمو، بيساعد على تجديد كل الخلايا اللي بتتلف في اثناء اليوم، فادائهم الدراسي، ادائهم الرياضي، ادائهم في كل حاجه بيكون متاثر، تمام؟ انا بقى لو هرمون النمو ما طلعش، اول حاجه هجوع، اول حاجه هنقعد طول الليل، الشيطان شاطر، طب ما اجيب ديليفري، طب ما اطلب ماكدونالدز، طب ما اعمل مش عارف ايه، وهرمون الشبع مش بيطلع، فكل اللي باكله بيقعد، وعماله اطخن ومش فاهمه ليه، تمام؟ كل الخلايا اللي ما اتجددتش عندي بتخليني انا بتهلك بسرعه، شكلي بيعجز بسرعه، تركيزي بيقل، ما عنديش طاقه. بتلاقي نفسك الصبح كده صاحيه، انت صاحيه من النوم بس انا مش قادره اقوم من مكاني، مش قادره اقوم اعمل حاجه، وفي نفس الوقت متضايقه من نفسي ان انا ما قمتش اعمل حاجه، وتفضلي تلفي حوالين نفسك كده. بينما لو نجرب نبدا ننام بمواعيد منتظمه ونصحى في مواعيد منتظمه، مش هقول لكم 10 بالليل بس على الاقل ننام 12. لو نمت 12 ل 4 في 4 ساعات طلع فيهم الهرمون اهو، لحق يعمل لنا حاجه، تمام؟ وهنا زي ما انتم شايفين مثلا من سن ال 3 ل 5 سنين مطلوب ان هم يناموا 10 ل 13 ساعه متصله، مطلوب ان من 6 ل 12 سنه يناموا من 9 ل 12 ساعه، من 13 ل 18 يناموا من 8 ل 10 ساعات، واحنا ككبار من 7 ساعات ل 8 ساعات متصله في ميعاد صح، هو ده المطلوب. طيب نيجي للتغذيه. انا محتاجه التغذيه عشان يبقى عندي طاقه وعندي صحه كويسه واتفادى كل مشاكل سوء التغذيه واتفادى امراض كتير، خصوصا ان مهما لعبت رياضه وانا باكل غلط كل الامراض هتيجي عادي، ملهاش علاقه بالرياضه، ممكن يبقى جسمي رفيع بس مصاب بامراض كتير. فمثلا من ضمن الحاجات المناعه، مناعتنا احنا دلوقتي كلنا بنستسهل ندي اولادنا سبلمنت، واحنا بناخد سبلمنت وشايفه ان انا كده تمام، انا كده عملت اللي عليا. كل الدراسات اثبتت ان السبلمنتس مساوئها اكتر من منافعها، وكل الريكومنديشن من منظمه الصحه العالميه قالت ما تاخدش السبلمنت الا لو عندك ديفيشنسي عالي، عندك نقص في الحاجه بشكل عالي جدا، الاكل الطبيعي مش قادر يغطيه. يعني حتى لو عندك ديفيشنسي عالي حاول تصلحه بالاكل، لو انت ما استجبتش ساعتها بس نبدا ناخد السبلمنت، تمام؟ ولازم بيكون بحساب، مش انا عماله اخده كده. كتير من الناس بنعمل تحاليل نلاقي الفيتامينز بتاعتهم عاليه، والزياده فيها دايما بتادي لنفس المشكله اللي بيسببه النقصان، فما افتكرش ان انا كده تمام ومحافظه على صحتي، بالعكس انا باذي نفسي. لازم اتعلم اكل من كل حاجه ربنا خلقها، كل حاجه البني ادم عملها او صنعها او اخترعها او قال عليها انها ممتازه اكتشف العلم ان هي غلط،
وان في الاخر قال ارجعوا للطبيعه للاكل زي ما ربنا خلقه، وكمان ما تطبخوهوش زياده، ما تغيروش في شكله زياده، كلوه زي ما ربنا عمله. تمام. طيب التغذيه لازم طبعا فيها حاجات كتير جدا جدا، بس لازم نبقى عارفين ان في جروبس معينه مهمه جدا فيهم ما ينفعش نتغاضى عنها، زي الحوامل والمرضعات، زي الاطفال فتره النمو، زي الرياضيين، زي بعد سن الخمسين. انا المفروض يعني مش بعد الخمسين كمان، المفروض من اول الاربعين نبدا نقول بقى ستوب كده عشان ما نبداش نركب الزحليه او ننزل لتحت. نحاول ان احنا قدر الامكان نوقف ده، نحاول نفكر في نفسنا عشان اوصل كل مدى ابقى بكبر في السن اه بس شكلي اصغر من سني، صحتي احسن من اللي زيي. تمام. طيب دلوقتي السمنه، كل منظمه الاوبيزيتي العالميه لقت ان سنه 2035 متوقع ان 49% من اللي على الكوكب يكونوا تخان. دي حاجه كبيره جدا، مصيبه. الزياده السنويه في عدد السمنه في الناس الكبار 2%، وده رقم عالي جدا. في الاطفال 3.6. الاطفال دلوقتي بقى طفل من كل 3 اطفال بره معرض للسكر والضغط. تمام. كان عندنا 11 مليون طفل في سنه 74 عندهم سمنه، وصلنا ل 142 مليون في 2016. طب ده في مشكله اكبر من كده. احنا في مصر هنا سنه 95 ما كانش فيه ولا طفل عنده سرطان في الجهاز الهضمي او في الحاجات دي. دلوقتي انتوا لو رحتوا مستشفى السرطان مش هتلاقوا مكان تقفوا فيه، كانه استاد زحمه باطفال عندها سرطان، كله من الاكل اللي احنا بناكله لهم. وفاكرين ان احنا كده العصير اللي بنديه لهم ده كده تمام، السيريالز اللي بناكلها لهم والكورن فليكس كده احنا شاطرين. كل ده غلط، كل ده بيسبب سرطان. هي الاكلات معظمها مصنعه، كورن فليكس، الاندومي والصح. ده ديفينتلي هنقول كده حاجه نبذه بسيطه عنها يعني. برضو عن طريق النيوتريشن، انا بسبب سوء التغذيه انا يجي لي سكر من نوع تاني، يجي لي ضغط، يجي لي قلب، يجي لي جلطات، يجي لي اللي هي ميتابوليك سيندروم اللي هو السكر والضغط والكوليسترول مع بعض، يجي لي دهون على كبد وحصاوي، ويجي لي مشاكل في المفاصل، ويجي لي مشاكل في النوم، ويجي لي حاجه اسمها الابنيا. الابنيا يعني انا ممكن في ناس من السمنه بتوصل ان وهي نايمه نفسها بيتخنق وبيتكتم، بتصحى عشان هي ما بتعرفش تنام بسبب ان كل ما تنام نفسها بيتقفل، ودول بيحتاجوا جهاز تنفس صناعي اثناء النوم، فبتبقى مصيبه يعني. تمام. السرطانات السرطانات السرطانات، احنا بناكل سرطان طول الوقت. احنا دلوقتي مفيش اسره يعني بقت سليمه من السرطان. يعني عملوا دراسات لقوا ان كل 10 افراد بياكلوا الجانك فود ده مرتين لثلاثه بس في الاسبوع. احنا عندنا اولادنا بياكلوا كل يوم، كل يوم على الاقل بيجيبوا بسكوت، بيجيبوا شيبسي، بيجيبوا بيبسي، ده العادي. لا انا بقول لك لو كل 10 افراد بياكلوا مرتين في الاسبوع حاجات جانك فود، 7 من كل 10 دلوقتي بقوا بيصابوا بالسرطان. فشيء بقى مرعب. انا عشان تخدير انا بنايم اطفال 3 سنين و4 سنين جالهم امتى؟ دلوقتي بقى ممنوع الست تطلع حامل برا الا لما تتابع نيوتريشن قبلها ب3 شهور، لان لقوا اللي هي بتاكله من قبل ما تطلع حامل بيأثر في جينات الجنين ويحورها وبيعمل فيها ميوتيشن، فالطفل بيبقى يطلع عنده استعداد لامراض كتير وسرطانات وهو اصلا ملوش ذنب في حاجه. كل الناس بقى عندها حساسيه اكل، كل الناس عندها حساسيه جلوتين، كل الناس عندها حساسيه لاكتوز، كل الناس عندها التهابات في الامعاء، بقت حاجه خلاص ده روتين اليومي في العياده، كل مشاكل الجي اي تي الجهاز الهضمي. طيب ليه؟ عشان الاكل الغلط والاكل الجانك فود، ده غير الهندسه الوراثيه اللي استخدموها عشان يزودوا منتج القمح، والهندسه الوراثيه عشان يزودوا ادرار اللبن عند الحيوانات، كل ده ادى للمشكله اللي احنا فيها. السرطان ده اللي يعني ارجو كل الناس تبقى حاسه انه بقى حد واقف على الباب، لازم نخاف ولازم نفكر احنا بناكل ايه وبنعمل ايه. يعني سريعا، هو كل اللحوم المصنعه زي اللانشون والحاجات اللي هي البيفي وكل الحاجات دي، كل الحاجات المقليه، كل الخضروات المقليه حتى يعني سواء لحوم مقليه او خضروات مقليه، كل الكورن فليكس والكراكرز والاندومي وكل الحاجات دي، كل الشيبسي والبيبسي والبسكتس، وكل حاجه دخلت فيها مواد حافظه، دخلت فيها ملونات، دخلت ده حتى لقوا ان في الورق اللي بيتلف بيه كل الورق ده مسرطن، فهو ما فضلش يعني ما فيش حاجه يعني. طيب عايزين ندي كده مثالين نطبق فيهم الكلام اللي انا قلته.
ليه انا لازم افكر في العافيه العقليه والجسديه والروحيه في وقت واحد؟ امراض السرطان، وطبعا كلنا كل واحد فينا اكيد عنده تجربه وشاف حد قدامه عنده سرطان. لو انا ركزت اثناء العلاج بتاعي على ان انا اعالج اعالج المرض، يعني اديله كيماوي واديله اشعاعي واعمل له جراحه، اتنس اب ان العيان ده بيتبهدل بهدله ما تتوصفش، وبيوصل ان هو بيموت من البهدله مش بيموت من السرطان. وبالتالي عالميا دلوقتي لا مفيش عيان سرطان هيتعامل بالطريقه دي تاني. احنا لازم نبدا نفكر فيه بشكل كامل متكامل. يعني ايه؟ يعني انا مفيش يعني زي مثلا لسه زي كده ترابيزه الاربع رجلين واقعين، هي واقعه على الارض، ما ينفعش اجي انا ارفع رجل واحده واقول ان الترابيزه دي هتتعدل، انا لازم ارفع الاربعه مع بعض. يعني عيان السرطان لازم الناحيه التغذويه بتاعته اهتم بيها، الناحيه النفسيه بتاعته ابدا ان انا اشتغل عليها واعالج الاكتئاب عشان حتى يرضى ياكل. طيب الناحيه الالم، كتير من الناس من كتر الالم هو مش قادر ياكل ومش قادر يتحرك، يبقى لازم اعالج الالم. لازم عالجت الالم وبدات اكله فبدا، وعالجت نفسيته فبدا يبقى عنده قدره لانه يقوم يتحرك. وانس بدا يقوم يتحرك بدات تبقى عنده حياه، بدا يحس بنفسه. هم بيموتوا من كتر الحزن على الوضع اللي بقوا فيه، ما بيموتوش من السرطان نهائي، هم بيموتوا من عواقب السرطان وليس السرطان، من تعاملنا مع السرطان ومحاوله علاج السرطان فقط، واحنا ناسين كل الحاجات اللي حواليه. طيب نتكلم كمان على حاجه كلنا طبعا مهتمين بيها، فقدان الوزن. كل الدراسات لقت كل انواع الدايتس حتى الفات دايتس اللي هي كيتو والاتكن كل حاجه بقت بعد ما الناس تعملها بترجع اضخم من مكانها. طب عملوا اكسرسايز وبطلوه رجعوا اضخم من مكانه. طب اخدوا ادويه في الاخر يا اما ما اشتغلتش، يا اما اشتغلت شويه وبعد كده ما بقتش بتشتغل، يا اما جابت لي اعراض جانبيه ومشاكل والعيان ده فين اب تو ديث، يعني في ناس ماتت من الادويه دي ورجعوا اضخم من مكانه. طب حطينا البالونه بعد سنه شلناها ان هي لازم تتشال بعد سنه، بيرجعوا اضخم من مكانه. طب خلاص بقى احنا نعمل الحل القاطع، احنا هنشيل جزء من المعده ونرميه، بنشيل 3 ارباع المعده تمام، بيرجعوا اضخم من مكانه في خلال 5 سنين. ليه؟ لاننا برضو تعاملنا مع الموضوع وانا بص على بطنه مش بص على حاجه تانية. لازم اتناقش بقى مع الحاله بتاعتي بطريقه مختلفه. احنا عندنا كده فور اكزامبل الريجولار براكتس في التغذيه، انت بتخشي العياده، اغلبنا عدى على عيادات التغذيه، الدكتور بيرحب بيكي وعامله ايه وكويسه ولا بلا بلا، وبعد كده يقعد يسالك شويه اسئله عن طبيعه حياتك، عن بتاكلي ايه ما بتاكليش ايه، بتتعالجي من حاجه ما بتعالجيش من حاجه، ويقوم يديكي الورقه تمام اللي هي خلاص انتهت ما بقاش ليها اي صفه دلوقتي اوكي، ويقول لك كام نصيحه كده عشان اللايف تايم، ويسلم عليكي ويقول لك اشوفك الاسبوع الجاي. ده الريجولار براكتس اللي في 90% من العيادات. نيجي بقى للهوليستيك براكتس اللي هو يبدا يشوف بقى البني ادم متكامل على بعضه، اشوف عقله وروحه وجسده الثلاثه بيكون شكله ايه. اول حاجه انا لما اقعد مع الكلاينت اللي قدامي، هو مش عيان هو كلاينت، هتقعد معاه لازم تشوف الشخصيه بتاعته ايه. مش كل شخصيه هينفع تتعامل معاها بنفس الطريقه ولا هيستجيب لك بنفس الاسلوب. لازم ابدا اشوف شخصيه كل حاله شكلها ايه. لازم اشوف هو بيفكر ازاي في الاكل، هل الاكل بالنسبه له متعه، هل هو جعان طول الوقت، هل هو لما بيبقى متضايق ومكتئب بياكل. لازم اشوف السبب اللي بيخليه ياكل، هل هو طبيعه حياته ملخبطه تمام. لازم اشوف البرسبشن بتاعه او مدى تقبله لصوره جسمه، هل هو حبيبها هل هو رافضها. لازم اشوفه هل هو مهتم بصحته ولا لا. اغلبنا مهتم بالرقم اللي على الميزان، محدش مهتم اصلا بفكره الامباكت بتاع الاوبيزيتي عليه، يعني انا صحتي هتتضرر قد ايه بسبب السمنه اللي انا فيها. كله بيفكر انا وزني بقى كام النهارده، المهم مش هي دي النقطه تمام. لازم اشوف كل محاولاته السابقه ان هو يخس وليه فشل فيها وكانت ايه شكوته تمام. لازم اشوف حياته والسكديول بتاعه اليومي كام. انا ما ينفعش ان انا اديله ورقه وهي اصلا مش ماتشنج مع اي حاجه، لا مع اللي بيحبه ولا مع بروجرام يومه ولا مع طبيعه شغله ولا طبيعه حياته. لا انا لازم افكر كل مره مع كل حاله في كل السيتويشنز او كل الامور المحيطه بيه. طيب ده كده الجانب بتاع العقل. طب جانب الايموشنز، لازم اشوف هو بيتفاعل ازاي مع الضغط. كتير منا لما بيتضايق، انا كان عندي فتره من الفترات اول ما اتضايق ابعت اجيب دليفري وبصراحه ببقى مبسوطه بس بعدها بندم تمام، بتحصل معانا كلنا اوكي. معظم السيدات بتيجي تقول لك ايه، انا طول النهار ما باكلش، اول ما الاولاد يناموا
انا بقى افكر في نفسي، ابدا بقى اعمل سندوتشات جبنه تركي سايحه، ابدا مش عارف اعمل ايه اعمل ايه، لان هي طول الوقت في ضغط، فحاسه ان ده الريورد الوحيد ليها، ده الحاجه الوحيده اللي انا هفكر يعني هفك عن نفسي بيها، وده غلط تماما. ده بيبقى في اخصائيين بيتعاملوا معاه، في اخصائيين بيتعاملوا مع الايموشنال ايتينج، ان انا كل ما اتضايق اكل، ده في اخصائيين مخصوص خلاص وتكنيكس بتتعلميها عشان بدل ما باخد الرياكشن بتاعي تجاه ان انا اتضايقت اكل، لا انا ممكن اعمل حاجات ثانيه احسن من كده بكتير، والحاجات دي ساعتها هتساعدني اخرج. انا لو اتضايقت وكلت فتخنت فهتضايق اكتر فهاكل اكتر فهفضل الف في نفس الدايره. لكن لو انا اتعلمت ان انا لما اتضايق اعمل حاجه بوزيتيف هطلع من اللي انا كنت متضايقه منه. تمام، اشوف ليه هم مش بيقدروا يستمروا. اتفضلي. تمام. لا سوري ثانية. تمام كده. اوكي تمام. كتير من الناس دلوقتي بقت خلاص هي جاية العيادة، هي عدت على 10 قبلك فحديها نفس الورقة، ما هي ورقة، هي في الاخر ورقة. في ناس مش عايزة حد يقولها لازم تاكلي الصبح كذا والظهر كذا وبالليل كذا، يبقى لازم تعمل البلان بتاعتك تيلورد على حسب الشخص اللي قدامك، ايه اللي ينفعه وايه اللي ما ينفعوش. طيب دي بقى دي المشكلة الاكبر، انا عايزة اخس بسرعة، ما هو هتخس بسرعة هتطلع بسرعة. ليه؟ لانك جيت مره واحده ضغطت نفسك وعملت ماسيف تشينج، يعني حرمت نفسي وجوعت نفسي وبقيت ما باكلش ومتاع وبلعب رياضه هل اقدر هستمر على ده؟ لا. يبقى سبب نجاحك هو اول حاجه هتفشلك بعدها وترجعك اضخم مما كنت. لازم نبقى عارفين ان الجسم عنده حاجه اسمها نيو سيت بوينت. يعني ايه؟ اول ما بياخد خبر ان انت بدات تعمل دايت تمام وخسيت، اول ما بيشم الاكل تاني بيحب يأمن نفسه، انا كده انت ناوي تدخلني في مجاعه. هو ربنا خلقنا ان الجسم بيحاول يحفظ نفسه ويحافظ على البقاء، فدايما بيحط الستوك بتاعه عشان لو انت عملتها تاني وجوعتني ابقى انا عندي الستوك. فاول ما بنبطل دايت يبدا الجسم يخزن كميات كبيره جدا من الاكل في شكل دهون عشان يأمن نفسه وما تعملش فيه الحركه دي تاني، وبالتالي مش بيرجع لنفس الوزن، هو بيرجع اعلى. تيجي تخس تلاقي نفسك بتخس ابطا، لان هو بقى عارف هو فاهمك، فانا مش هسيبك تعمل ده. انت بدات تقلل الاكل، طب انا هقلل الحرق، كانه حد بيعندك، ما ينفعش تعمل كده. تمام، ده بالاضافه ان انا كل ما يعني المفروض زي ما اتفقنا انا دلوقتي عايز اعمل دايت، انا مش بفكر الميزان ينزل في قد ايه، انا لازم افكر انا كل يوم شلت ايه غلط من حياتي وتعودت على ايه صح. اتعودت على ايه صح؟ عشان اتعود يبقى لازم اخد خطوات صغيره وسهله. ليه؟ لان انا اوريدي مضغوط، انا مش قادر حد يجوعني ومش قادر حد يقول لي روح اتدرب ساعتين في الجيم، مش قادر. فانا لو كل يوم اليوميه تتعامل بالراحه، اشيل الغلط بالتدريج البطيء واحط الصح بالتدريج البطيء، التدريج البطيء ده بيخليك تتعود فما بتبقاش متضايق فبتلاقي نفسك مكمل، لكن لما شد جامد لازم هرخي جامد بعد كده. تمام. طيب نيجي بقى نشوف الثالث حاجه اللي هي البادي اللي احنا كل الناس بندخل عليها من الاول، اشوف هو عنده اي امراض، اي حاجه مسببه انه مش قادر يحرق كويس، اشوف لو هو عنده حاجه منعه انه يلعب رياضه، عنده الم او عنده مشاكل في المفاصل، ما لازم ابدا اتعامل معاه. عشان كده المفروض ان دلوقتي الهوليستيك نيوتريشن يعني انتجريتد سيرفيس، يعني انا بشتغل في تيم، انا مش لوحدي، انا معايا كذا دكتور بحيث لو الكلاينت اللي قدامي يحتاج حاجه بيتحول عليها. تمام. طبعا كل حاجه ليها اسبابها وكل حاجه ليها مشاكلها والتعامل معاها، فاهمه قصدي؟ بالنسبه لحضرتك بتقولي كله مركزه على السمنه، لا ما يعني عشان هي في مصر قليله خلينا صراحه يعني اغلبنا بيعاني من المشكله الثانيه. فلكن طبعا اللحافه موجوده بس نسبتها اقل بكتير. كل حاجه ليه؟ لان بتبقى طالما هي مش تاكل كويس عضلاتها بتضعف، فبتبدا والكالسيوم عندها وفيتامين دي بيكون قليل، فبتبدا تعاني من مشاكل في العظم او في العضلات او انحناءات او تشوهات في الجسم، فكل حاجه ليها حاجه، فهمتيني؟ عندنا برضو نشوف لو هو عنده اي نوع من انواع حساسيه الطعام، تمام، اللي هي بقت منتشره جدا، وبرضو لازم نقول ان دلوقتي بقت اوفر دايجنوست، يعني كتير نقول انه عنده حساسيه طعام والتحليل طالع بوزيتيف بس ده مش معناها ان هو حقيقي. تمام، لازم نشوف كان عنده اي شكوى اثناء ما حاول يعمل دايت قبل كده خليته يبطل ولا لا، عشان نقدر ان احنا نحسنها في الموضوع في الترايل اللي احنا فيها عشان تخليه ينجح. بعد ما انا
عملت سيرش كده في الكلاينت بتاعي في كل الحاجات اللي اتكلمنا فيها، ابدا احط البلان، الخطه بقى اللي انا هتعامل بيها معاه. مش حاجه لازم افهمه كل حاجه هو بيعملها ليه. ما ينفعش اقول له اعمل كده او امشي على الورقه دي، هو مش هيسمع الكلام. حتى لو سمع كلامي مره او اتنين هو مش هيعملها، لكن لو فهم كل حاجه في الورقه دي او كل نصيحه انا قلتها له فايدتها ليه ايه وهتنقذه من ايه وايه المشاكل الصحيه اللي كان ممكن يدخل فيها لو هو ما التزمش، ساعتها هيبدا يفكر، هيبدا يسمع. تمام. لازم تكون الحاجه اللي انا بنصحه بيها تليق مع البروجرام اليوم بتاعه، ولايقه على السكادجول، ولايقه على حبه للاكل. مش هينفع اوصف له حاجات هو مش بيحبها اصلا، واحرمه جدا جدا من حاجات هو بيحبها حتى لو في منها غلط، بس لازم تديه ولو بمقدار عشان يقدر يكمل. ان التكمله والاستمراريه اهم من اي حاجه. تمام. لازم ارضيه، ولازم يبقى هو حاسس ان لو حاجات نفسه فيها او حاجه نفسه يعملها او خرج اكل بره هو ما اجرمش وما عملش حاجه، ده عادي. تمام. ساعتها هيقدر ان هو يلتزم ويكمل، ويكمل اهم من ان هو ينجح، لازم يكمل. تمام. اخر حاجه ولادنا، هي دي اللي انا النقطه اللي انا كنت قلت ان انا في الاخر هاشير ليها. لو احنا مش هنعمل ده عشان نفسنا، نعمل ده عشان ولادنا. لازم احنا نكون قدوه ليهم، يشوفونا ازاي مهتمين بعافيتنا، ازاي بنفكر في نفسنا، ازاي انا بتحكم في افكاري وافكاري بتتحكم في مشاعري، وبالتالي انا عندي جسم سليم. هم بيتعلموا ده باي ديفولت، بمجرد بالسبكونشس عندهم بيدركوا وبيبدا يلقطوا منكم وانتم مش حاسين من غير ما تبذلي معاه مجهود. لازم نعلم ولادنا ان هم يكونوا مسؤولين، ولازم يتعلمهم ازاي يكون عندهم مثابره وايمان وطموح. لازم نعلمهم ان هم ازاي ان كل المشاكل بيطلع منها الحلول. ما ينفعش ان انا دايما فاكر ان الحياه هتمشي ستريت فورورد وبس. كل ده لازم all of the time نكون بنغذيه في ولادنا. لازم نعلمهم المشاكل الصحيه اللي ممكن يقعوا فيها، نعلمهم ايه مشاكل الاكل الغلط، ما نسيبهمش كده للسوشيال ميديا بتدمر كل حاجه. طبعا طبعا طبعا، ده بياخد سيشن اديوكيشن زيه زي الكبير. وبالعلمك هو لما بيفهم بيستجيب احسن من الكبير، لان الطفل تعلمه وتأقلمه وتغيره اسهل بكتير من الكبير. كلنا لسه احنا كل ما بنتحجر فتغييرنا بيكون اصعب واصعب واصعب. ممكن اقول بس حاجه؟ اتفضل. بالظبط، دي بتبقى مشكله كبيره. بديله بدايل، وبحاول اعمل له حاجات اوبشنز تبقى هي كمان محببه، بل تخلي اصحابه عايزين يعملوا زيه. ممكن اتواصل مع اصحابه وامهات اصحابه ونتكلم مع بعض ونتفق احنا هنعمل ايه مع الولاد. فكره المصروف وان انا اشتري. بالظبط. لسه عقليته مش مستوعبه الموضوع ده. وطبعا ده بيقابلنا مشكله جدا. احنا بنحاول دلوقتي نعمل برنامج في المدارس، بنحاول ان احنا نعمل برنامج في المدارس عشان المدارس كمان تساعدنا، هي الاساس. لو المدارس بدات تعمل هيلثي كانتينز، ما هو عايز يكسب، نخلي بقى البدايل دي. عشان كده انا بطالب منظمات التغذيه انها تعمل حاجه اسمها سيف لوجو، يعني علامه امنه من الطعام. هي دي اللي هياخدها هياخد تسهيلات في حاجات كتير. زي البسكوت اللي بقت المدارس تديه. انا ما اعرفش البسكوت ده ايه. البسكوت وزعوه في المدارس الحكومي. تمام. ممكن ممكن طبعا تبقى الحاجات دي كويسه، بس اي داوت اذا كان ان هو ما فيهوش ترانس فاتس، لان لو في لو خالي من الترانس فاتس هيبقى غالي جدا. مش بسكوت من هو الشركات العاديه. حاجه هم عاملينها. حاجه يا ريت والله دي تبقى حاجه كويسه جدا. وبنحاول دلوقتي ان احنا نعمل برامج في المدارس بحيث ان احنا عارفين يعني ايه. اقترحت عليهم فكره ان احنا عارفين برنامج بيجست لوزر. البرنامج ده كلنا حبيناه وبقينا نتفرج عليه وازاي خسوا، طبعا كلهم رجعوا تخنوا تاني لان هي كانت فور شورت تايم مش اكتر. نعمل نفس المسابقات دي بين المدارس، تبقى كل مدرسه بتتنافس ازاي الاولاد اللي عندهم سمنه بدل ما هم الاولاد يتريقوا عليهم، لا بقوا هم دول المنافسين اللي كل المدرسه بتدعمهم عشان يكسبوا المدارس التانيه ويقلوا في الوزن. ساعتها ممكن نعمل ناشونال كامبين او يعني حاجه هتبقى على مستوى الجمهوريه، الاولاد بقت مهتمه تعملها، حابه تعملها. فهماني؟ فهي طبعا حاجات بتبقى محتاجه بس افورس كتير عشان تقدر تتنفس. ساعتنا فيها ثقافه المجتمع اصلا بره. بالظبط. يعني هي المدرسه وحده داخليه، هيطلع مامته هتجيب له شيبسي، عمه هيجيب. ما هو بقى احنا عشان كده لازم نشتغل على البيت وعلى المدرسه وعلى السوشيال ميديا. في حاجات هتقدري تحكميها وحاجات لا. فهماني؟
يبقى انا هحاول افهمه واعلمه واديله ريوردز. يعني الاطفال بنعمل لهم زي تشارت كده يبداوا ان هم خلال الاسبوع بنحدد لهم مثلا كل يوم في حاجات مهمه انه لو عملها هو نفسه بيحط لنفسه ستار ويجمع الستارز بتاعته اخر الشهر ويشوف اخر الشهر وصل لكام ويبقى في ريورد. والريورد مش اكل، الريورد بتبقى حاجه هو حابب ان هو يعملها. فده بياخد وقت ومجهود من الاسره ومن المجتمع مع بعض، بس هوبفولي ان احنا نقدر نوصل لحاجه. يعني داخل المدارس، وان ده بيكون مثلا واخد تاكس فري، يعني بينزل عليه من الضرايب عشان نشجع الناس تبدا تتعامل من الحاجات دي. ف يعني هوبفول. يعني هسيبكم بقى مع الفيديو ده كده. شور مفيش اي مشكله. لا لا خلاص شور والله، لا مفيش اي مشكله. ميرسي جدا والله، ميرسي ليكوا جدا، وانا سعيده وان شاء الله نتقابل تاني. شكرا شكرا. دكتوره انا كان عندي اتفضلي. تمام. ابداي خوفيه من حاجات هو بيخاف منها، شوفي ايه اكتر. بصي في كل حد ليه طريقه، عشان كده بقول لك لازم شخصيته. فانا عشان كده مش هقدر احكم غير لما اشوفه. بس في الاغلب مثلا الرجاله بتخوفيهم من حاجات معينه، ان الضغط بيعمل كذا، او ان انت لو اضطريت تاخد علاجات كام ده بتعمل كذا، فيبداوا هم يستجيبوا. لا طب انا هلتزم، طب انا هاخد بالي، طب لا ده جلطات في القلب، لا ده مش عارف هيجي لك ايه، يبدا يخاف. الاطفال ما تعمليش معهم كده، الاطفال علميهم اكتر. الشباب هتوازني بين الاثنين most probably يعني. بس طبعا كل حاله بتعتمد على الشخصيه اللي قدامك، انت بتتعاملي مع الحاله على حسب شخصيته. مش كل يعني انا مش كل كلاينت بنتكلم معاه زي التاني خالص. تمامي؟ دي اي اسئله تاني؟ تمام؟ يلا بينا نروح ناكل بقى جانك فود.